Ja, dat. بتغني هيك ساعة هون ساعة هون ساعة 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 بتسوى هيدي الغنية شعبية مصرية لونك بموسيقى بلدي. أنا كنت متحمسة قوي بالأغنية. متحمسة مش متحمسة باين عندي ضعيف أداء ضعيف بفوت وبيطلع يعني يا سقع 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 يا شوب 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 هيك أنت على طول بالمغنى ولا مرة عم غنيتي غنية كاملة حسيت إنه يعني تيك ما أعطيتك الكريديبيتي قصة فيروز لأنه موضوع غنية فيروز لأنه فيها جرأة منك تغني لفيروز. غنيتي حلو كان دخول عاطل بس ما حكيت عن التفاصيل حكيت اول ان اول لانه جرأة منك بس هون بدي فوت بالتفاصيل غنية مصريه شعبيه لونك موسيقى بلدك هيدي ما بتسوى البرفورمانس مش معقوله بتفوتي بتقولي جمله بقول لك اه بعد شوي بتشبقيني كافك بنافع ايدك با بوع ولا هيدي هيدي هي مش هيدي بلا هي هيدي لا هيك قضى كل وقت قاعد ايدي على قلبي مش معقول بدي احط حبة تحت سين لما يصير معي جرحة بس قد ما بحبك وقد ما عم بنهر عليك قد ما بحس ساعة ان ساعة اوت ساعة ان ساعة اوت ساعة هيك منك مريحة بالمغنى منك مرتاحة مش مريحة منك مرتاحة بالمغنى الخوف ساكن فيك كل الوقت ما تركك هيدي مش مزبوط صرنا يعني صار عندنا مشكلة صرنا بالفينال تقريبا عم نوصل على الفينال تبع ستار اكاديمي وبعد عندك هذا البارير عندك الخوف
ما تتخطيه ما تقطعيه ما يعني ما بدك كثير في ups and downs بالمغنى في قصص حلوة بتمرق هيك مرق الطريق مرق الكرام في قصص تمرق كثير بشعة ما بصدق انه هي انت هي ذات الشخص بس بعده بالنسبة لي حضورك بيقتلني بحبك على المسرح يعني الشافع فيك اللي بيشفع فيك هو حضورك عندك حضور من عند ربنا هو أعطيك إياه بس مغنيك هيك إبري ساعة فوق ساعة تحت ولا مرة بتبسطيني لآخر الغنية يعني بحس إنه أكيد بتعمل شيء هلأ تفرط كل شيء حلو عملته بتعمل شيء حلو بعد شو بتفرطي عطول إيدي على قلبي مقهور